وباقت قد جانا تليفون اللي وديها زوج جي بنت كلامها العرب قال على خوك زوج هبطنا للمركز ما حبوش يفهموا نغز الوقت شدوني ضربوني دايا هاو الخبشة هاو دايا ضربوني هاو ولدي مهبطين ما خليتش ولدي يمشي يهزوه لتونس عادوا رجعوه هذا نبيل شو اسمه نبيل شكون؟ بن حسين جينا كانوا فيهم ولا كانوا في كلام بديل كلام ما يتقالش قلت له مانيش طالبه حتى شيء طالبه ولدي عليه كل مره مش هذه ثاني مره ولدي اللي يهزوه لحمه ازرق حاجه شكل يخلقها ولدي شنو عمل؟ ولدي يدخل 8:30 يروح 7:30 نتاع الليل ماهوش لا قاعد يشد الدار عند امي ما يمشيش امي مراه كبيره شددها وقعد يعيش معاها في دار امي توا رحلت منها دار جمله واحده على كل مره يجيو يكسرونا ويهدمونا ويعملوا فينا اللي ما يتعملش امي خليتها الدار سكرتها بالكوبه ومرتاح قاعده عندي انا القدام ما يقدموش روحهم جمله واحده يخلعوا الباب الحديد بابنا مخلوع ونازل لدارنا الاخرى يغلقوا الباب الحديد يضربوا ضربوا لي بنتي ضربوا لي امي مره كبيره ضربوا ولدي هذا صغير ضربوا لي بنتي غاديكا يكسرونا الدنيا 60 حزب ظلنا في حد شيء يهزوه الكلاس هبطوه صافي على فيه زهز بنتي كل دم تبوهولي ما خليو فيه حد شيء من هذو المرات الاخرين ما خليو حد شيء ولدي شدوه قدامنا يضربوا فيه وينهاتوا امي تسيحوا بنتي تسيحوا ولادي واخوته يسيحوا يشدوه يهرسوه يهرسوه بعد يطلعوا في الكهرباء ومن بعد نهبطوا جريت للمركز يقولوا ما تعرفوش هذا الاسم هذا ما عندناش عشان هم يجي 10 مره 10 مره 11 مره 12 كل مره كل مره كل مره كيفاش كل مرة كيفاش كل مرة ركبنا العايد كل مرة مرضى بالسكر مرضى بالدم ما عادش عارفين ولا الباب يدق ولينا خايفين ولينا نسكروا بالكوب على رواحنا باش من الحاكم باش ما نخافوش الباب الحديد هذا مازال كي بدلته كان يوري وليت بدلته من الخوف اللي انا وليت خايفه وليت نعيش في داري مش مسقره وليت خايفه كل مره علاش مانيش عارفين احنا علاش هذه 9 مرة ولدي محمد يتهز مره برك عملوها هزوه الصباح روح في الليل روح لحمه ازرق حاجه شكل خلقها فقولوا بطاقه التعريف نتاعو ما جبناها لكن بالسيف باسبورو فقولوا جمله واحده تو عنده 4 سنين باسبورو مفكوك مانيش عارفه مره مشى يسالي في سلك المغرب في عين مريم معاه طفلها وغشير صغير ولد خويا تهز جاي ولد خويا يرقل كله تهز هبطنا في الليل محمد ماهوش عنا ولدي يسمع فيا فوق يصيح ونعيط من الغدوه الصباح هزوه ما كان يجيني كان بعد جمعه احنا المتهمات مستعده شنو قدم قدم نسرين بوجمعة اخت محمد بوجمعة البارح هبطنا للمركز باش ندافعوا معناتها حاشتنا بكونه ولا حاشتنا يهزوا للحبس لا اكثر لا اقل هبطنا غاديكا مازلنا ما كلمناهمش قاعدين بعيد بين الجردل جاونا يقولونا في كلام ما يعجبش كلام فساد ضربونا ضربوا امي ضربوا عزيزتي البارح ولد البارح وخر عليها الكرهبة هي في القاعة تاعهم وخر على الكرهبة باش نبعدوا ضربوني قالوا لي كلام معناتها ما يعجبش قوم باستفعال فهمتني هكا هو معناتها احنا ما متكلمتش معناتها انا بطبيعتي عاقله ما نرجعش على عبد الكلام خويا ما عندوش حتى سبب خويا خاطر يصلي هكا هو معناتها لا اكثر لا اقل يلوجوا عليه منين يصرف منين يجيب كل الفلوس هي عزيزتي معناتها عايشين عندها هي تصرف علينا هي كل شيء حتى دارنا مش نحبوا نقعدوا فيها يهبط يغيب ساعه بقينا نخاف من 4 سنين التالي من 4 سنين كل مرة يذبح أسيره ما يقعدش معانا شهرين ما يعاودوا يرجعوا شهرين ما يعاودوا يرجعوا ويرجع لحمه أزرق حتى الكلام ما ينجمش يتكلم دوب ما يدخل يقولنا يدوش ويدخل يرقد ديريك تقعد 3 4 أيام هكا حتى الماكلة ما يحبش ياكل ركبتي منفوخة طيشوا ولا الراجل يصب عليها في الماء شي وخر عليها الكهرباء لما خطفتنا بنتي هذه والأخرى يسرى بوجمعة أخت محمد بوجمعة مشينا البارح قدام وين الجردة مش قدام المركز قد خد ضربوا تليفونات لموا علينا خرجوا الكل أكثر حتى من الشعب البوليسية اللي خرجونا قلت له جايين تشوفوا خويا قدام رومي أول كلمة قالها ما نحبش الشوشرة قلت لك إجا واحدة قال لي أنت برا مشي روح قاعدة توطى في أعصاب الأمن لهنايك عملنا كيف بدا يجري ورايا ويسب فيا فهمت كيفاش؟ كي قمت نسيح وكل شيء تحت في القاعة ضربني بساقيه. قال لي والله لما نشدك خرجت هناك في كرشك. قلت له ما تجينيش غريبة أنتم اغتصبتوا رجال خلي نسى. فهمت كيفاش؟ قال لي كلام اللي عمره ما يتقال. في حياتي أنا ما سمعتوش سمعته من عندهم هما. هيك هو أمي هربتني من غادي خرجت على الكلام اللي قالوا لي شنو الشيء اللي عملوه بيديهم
الحركات اللي ماهيش باهيه نعرف نعقلهم واحد واحد ما نغلطش فيهم. نبيل بوجمعه اخو محمد بوجمعه البارحه هبطنا قدام جلد بوكتفه و احنا واحد ندافعوا على اخونا حبوه يروح واحد يا اخي جاب بوليس يضربني بوني من هنا قال لي برا روح وسبني. صعب واش فيها شيء عبد بوليس يشد مروشه هكا ديجا هي طلعت من السبيطار وعملت سرتفيكا هذا الكل ندبهولها بخلاف الوجه الوجه اللي يعني طبعا عندها اماره في وجهها بخلاف الكلام البديل اللي قالوا لهم كلام ما يتقالش جمله دخلوا لهم نساء وحدهم قدام وصاروا دخلوا لدار فلان وصاروا له قيمة 500 دينار. انتم داخلين باش تفتشوا على حاجة ما تسرقوش فلوس لعباد. نشهد على كل شيء انا ريت انا مانيش خايفة من الفلوس. 500 دينار شنو ربي سبحانه وتعالى. خويا هكاك يجيو على حاجة يلقاو موقيل حاجة يسوي له من الدار. بخلاف الشارع ماهمش ماناش عايشين جملة مرتاحين. في حد شيء منا مرتاحين ولينا احنا عباد عايشين في رعب هيك. قلت له بلاد امن وكذا قال لي احنا الامن ونعملوا اللي نحبوا. تحب رانا عبيد بشر كيفنا كيفكم. احمد كيفاش صار؟ انا وياه خرجنا من الجامع. اخي هما قالوا لي انا جاوني نصحوا لي على راسي قالوا لي يا محليك يا ولدي زيد تصلي. بدك هو خطفوه يضربوا فيه بالبونيا وينحيوا له في شليكته. فانت يا بعديك بعدك انا مشيت قالوا يضربوا فيا يا اخي روحت نبكي يضربوا فيا برشا.